نوافيكم كما اعتدنا على ذلك بالحصيلة اليومية لنتائج الترصد الوبائي لداء كوفيد 19 في بلادنا خلال هذا 24 ساعة ما بين الساعة 4 بعد زوال الأمس إلى حدود الساعة 4 ليومه الاثنين 11 ماي 2020. فخلال هذه 24 ساعة تم التأكيد على مخبريا على عدد من الحالات الجديدة بلغت 218 الحالة. إذن 218 الحالة جديدة، ويرتفع الإجمالي ديال الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء ليصل إلى 6281 حالة مؤكدة. هاد الحالات 218، 196 منها تم اكتشافها ضمن عملية التحرير الوبائي والكشف لدى المخالطين، أي بنسبة 90%. هذه العملية ديال المخالطين شملت منذ بداية الوباء إلى الآن 36711 ديال المخالطين، 9094 منهم باقيين تحت المراقبة الطبية. بالموازاة مع ذلك، التحريات استبعدت ما مجموعه 2838 حالة كان من المحتمل إصابتها، ولكن نتائج ديال المختبر جاءت سلبية، ويصل بذلك العدد الإجمالي لهذه الحالات المستبعدة منذ بداية الوباء 62699. للعودة إلى الحالات المؤكدة مخبريا، فقد تم تسجيل جلية ضمن بؤر لا زالت تفرز حالات جديدة، وتأتي في الدرجة الأولى جهة الدار البيضاء سطات، ثم بدرجة أقل جهتي فاس مكناس وجهة الرباط سلا القنيطرة، ثم بعد ذلك في مرتبة أقل كل من جهات مراكش أسفي، طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تفيلات. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي ديال النسبة المئوية للحالات المسجلة منذ بداية الوباء، فالدار البيضاء سطات هي الجهة التي سجلت أكبر نسبة من الحالات، ما يقارب 28% من الحالات، تليها جهة مراكش أسفي، ثم بدرجة أقل جهتي طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس تقريبا في نفس المستوى، ثم جهتي الرباط سلا القنيطرة ودرعة تفيلال تقريبا بنفس النسبة المئوية. خلال 24 ساعة وبحمد الله لم تسجل أي حالة وفاة، إذن يبقى العدد الإجمالي ديال الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد 19 حدودا في 188 حالة منذ بداية هذا الوباء، وتنخفض شيئا ما النسبة المئوية للإماتة فتصبح إلى حدود اليوم 3%. بالنسبة لحالات التعافي سجلت خلال 24 ساعة وبحمد الله 257 حالة شفاء تاما طبقا للمعايير المعتمدة، ويصبح العدد الإجمالي لحالة الشفاء منذ بداية الوباء 2811 ديال الحالات، وتستمر والحمد لله النسبة المئوية للتعافي، فتصبح يوما هذه النسبة في حدود 44.8%. فإذا
مجمل ما يمكن أن نلخص به الحالة الوبائية لكوفيد 19 ببلادنا: استمرار الحالات الجديدة مرتفعة خصوصا على شكل بؤر، فإذا لا زال الفيروس ينتشر في ظروف خاصة وتحت شروط معينة، فإذا لم تتخذ احتياطات وإجراءات ديال الوقاية وديال الإجراءات الحواجز ضد انتشار الفيروس، فلا يمكن أن نقضي بصفة وجيزة وفي ظرف وجيز على هذا الفيروس. فإذا مزيد من الحذر ومزيد من التقيد بالإجراءات التي تنص عليها مبادئ العزل الصحي من أجل الخروج ببلادنا ونهاية المشوار في طريق هذا الوباء ببلادنا إن شاء الله. إذن كان هذا كل ما يتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد 19، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.